انت لوين رايحه؟ رايحه احكي معهم. هلا من كل عقلك رح يقبلوا يخلوك تعملي انترفيو مع خالد عمر؟ لك ايه بجرب، شو رح اخسر؟ بونجور رنا بركات، سافا؟ تو فا بيان؟ سمعت حديثكم بالصدفه، انا بقدر اعمل مقابله مع خالد عمر. حضرتك صحفيه؟ رح صير بس جيب لك الانترفيو. فهمت. شرطي لحتى جيب لك الانترفيو انك تشغلني عندك بالمجله او بالجريده او الراديو او التلفزيون. المجله. ياي انا اكثر شيء بموت بالمجلات، بحبهم كثير. بفهم من حديثك مش دارسه اعلام. لا بس عندي خبره، عندي كثير نجوم اصحابي دائما بسالهم اسئله. بتعرفي يا انس كم خريج وخريجه من الاعلام عاطلين عن العمل؟ لا بس هودي ما بيقدروا يجيبوا لك مقابله مع خالد عمر. هو كمان من اصحابك؟ ييه انا وياه من اعز الاصحاب. بتقدر تجيبي لنا صور كمان؟ طبعا اذا بتعطوني كاميرا بنبعت معك مصور. لا بفضل كون لوحدي. بتعرف خالد عنده حساسيه ضد الصحافه، ولو ما انا وياه كنا من اعز الاصحاب ما كان بيقبل يعمل مقابله معي. بتعرفي شو بو؟ ليه اجى على بيروت بالسر؟ اكيد بعرف، خلودة ما بيخبي عني شيء. شو شو عم تتزيك علي؟ كله بيبين بالانترفيو. اذا جبت الانترفيو والصور نبقى بنشوف. هيئتكم مش هيهمكم الموضوع، رح روح على غير مجلة. اوكي اذا جبت الانترفيو اعتبري حالك موظفة بالمجلة. ما بسلمكم شيء قبل ما تمضوا معي كونترا. بس نشوف الحديث والصور بعيوننا بنمضي معي كونترا. داكور. باردون بس شو اسم المجلة؟